وصيانة جودة عالية بأقل زوم. عسلامة ومرحبا بكم من الناس الكل. كما تشوفوا بعد الحلقات اللي صورناها من كل مع مدام زهر الرعاش قررت معناها باش نعوضها معناها في الاميسيون حتى شوية. دونك مازالوا شوية ارتيكلوات قاعد نراجع فيهم وان شاء الله بإذن الله ان شاء الله ربي يوفقني ونكون انا هو نولي نعمل التراج انا الانيماتور ونورمالمون انا هو الدهان وانا هو الميكانسيان وانا هو اللي نخرج الكهرباء وانا هو نقبل كل شيء حسيلو انا بتاع كل شيء انت كل شيء وديتني البلاصه ولا هيك وبر مدام زهر الله مرحبا سيدي انا ضيفه عندك اليوم مرحبا مرحبا بك انت بالعكس ضيفه عند التوانسه الكل في دار التوانسه الكل والبريزونس نتاعك في الحلقه خليت معناها خليت ليميسيون نتاعنا عندها كريديبيليتي كبيره عند العباد. ان شاء الله تكون عشرتنا زاد دائمه معنا ان شاء الله بحول الله. حبيت نسالك شنو رايك كيف في سيزون 2 نتاع بانيولا شنو الاجواء شنو سيزون حلوه تعديت يعطيكم الصحه خدمه نظيفه عندكم ما شاء الله ان شاء الله ربي يعاونكم فهمتوا نحن رو انا تعبتكم شويه كل مره نبعثكم لبلاصه مش ان شاء الله القرعه كما قلت انت القرعه هي اللي قاعد تبع وبصراحه زينت لنا لي ميسيون يعيشك ربي يبارك لك يزين ايامك يا سيدي ان شاء الله خدمتنا ان شاء الله معرفه طيبه عايشك عايش اختي ونتقابلوا ان شاء الله من العشرة ان شاء الله اخي ان شاء الله عيد مبروك على الناس الكل ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نترشحوا للدوزيام تور في المونديال وكما يقولوا فيها تونيزي مدام الله يخليك وربي يفضلك وعايشك سامحونا رمضان ما نجموش نفرحوا بكم بشيء نقصدوا ربي نحن تو اما المره هذه نروح مش نمشي في الحلقه اخرى مدام بلبوس عليك عايشك الله يخليك سلامة جابوا الجماعه وعطوها وعطوها بالفريال هاي ريدي وجابوا كسوتها حلفت بيمين وردتها ودموعها على الأشفار. مرحبا بكم في الكيف الناس الكل توا باش نبداو مقابلة متاعنا ان شاء الله على بركة الله مع سي عمر توا معناها القرعه هزتنا التجروين بحذا سي عمر كيما شفت القرعه هزتنا التجروين اما توا كريت معناها تعبى متاع اثنين والطقس هكا تراو فيه معناها مسحب ومزيان مطره مزيانه ان شاء الله في مارس كيما يقولوا ذهب خالص حابين نعملوا ترتيحه وناكلوا قديمه اكثر معناها طيب طيب يا حاج طيب باش نطلع عليه التجروين هذا يا راه السلام عليكم خويا تسلفني ان مروح النوى بعيد اخوي وين بعيد؟ ما طالع الجبل هك خلنا نقدم به الشكار نقدم به شوي غادي ولا ليه؟ ها؟ يهديك يجعل منك ها؟ هات نوصل معاك يدي يهديك يجعل منك يا حاج يا حاج السلام عليك السلام عليك شنو احوالك عايشك اخويا لاباس عليك عايشك خلنا ننزل لا لا يرحم والديك هدي هديك اجعل من لا لا ودي هدي هديك اجعل منك خلنا نطلع خلنا نطلع انا شويه تبرك البهيمه هذا ليش تبرك لا لا مطر عاد هدي خلنا نمشي هدي خلنا نمشي هديك لا لا ودي ابعد هدي اسمعني نطلع خلنا نمشي نكمل بيه الاثنين خلنا نطلع خلنا ودي لا لا هدي هديك اجعل هدي خلنا لا لا المدام خليتها ما عندهاش ماكل وحليب واحد تزرب على المدام هذيك راس المال اللب هذيك ان شاء الله رمضانك مبروك الله عليك فهمت ماني واحد يبدا بالساعة يقول لك يدخل البلاد يدخل لها برجال فهمتني؟ وأنا هاني خويا قدك أنت قلت ما خيرش منك أنت باش توصلني وتعرفني على اثنين ها؟ يرحم والديك
العز في القويل والصيام سيدي رمضان هكاو مدام زهرة رقدت وبعثتنا في سيدي رمضان ريت خدمتنا حاج قداشها محلاها زدت بعيدة لوحدة أدري أبو زيد أنت أقول أبو هذه الدورة بتاعنا أبو زيد من غادي المحطة كابس والبحر محاذيها والموجة تغدل ساقيها صراحة ما خيرش من فرهدة في آخر العشوية في جيبس جو ياسر مزيان أنا ما جيش لأنا اللي باش ناخذ الحنة اللي باش ناخذ مظلة اللي باش ناخذ حتى حاجة ميكم باش ناخذهم الكل قبل ما نشوف كهربة الحلقة هذه تابعونا باش نشوفوا الكهربة بتاعنا بتاع الجمعية عروس الصقرة يا نحلة الشمس اللي تشرق في سماها عروس الصقرة بالشمس تشرق في سماها جاب الجنة عطينا كالآلات الموسيقية وحطها في الفوم للثلاثة خنجر خلنا نعمل فرقة واحدة نعمل فرقة واحدة حط لي كرسي أعطيني المزود فرقة أعطيني المزود لا لا مو نبدأ نعدل بالمزود خير شنو هناك جابسين وعلى الحولي وعلى الحولي سبلة ودري سيدي ياما وشرني شرني جب مكتوري غني أكيكا ماو صحيحة صلاح الحرقاس امشي تعال شوف شو دوي كاو عدي غات شيء كان معلم هاي نجمنا حاجة نحن توا بالضبط في قفصة تحديدا في ود بياشة كم شفتوا معناها لهنا كانت ديما كالجو رمضاني والعباد الكل تجي تقصر الوقت صرتو كي تبدا الدنيا سخانة وبلونجويت الله على سي محمد عسلامة سي محمد شنحوالك بيك كثير عايشك نحن توا دخلنا القفصة مرحبا بيك وانا توا معناها بقينا هكا نسألوا في العبيد وكل ما شيء وهاني ديجا نورمال مو قدام كرهبت حسب معناها المساج اللي بعثته لنا والرنفنيمو اللي بعث يظهرك انا صدقني ربي انا قدام الكرهبة توا
فلوسان. هاو شوية. برز بيك النايعة. مرحبا رمضان. مرحبا. هاي مرحبا بيك. وترى جي طويلة خويا، راني جاي من قفصة. قفصة اليوم انتم عاد صلي عني بيه، خرجتوا لي كل تخسروا في الوقت. ها جنوب هاي قايت بريك تو قايت بريك وتشيل. السلام عليكم. كلهم يصوموا هذوما راهو شبدا في بيت خويا. تبارك اطلعوا اطلعوا الكل، ليش ندخلوا فيها الكل؟ اطلعوا 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 يا سبيك اطلع اطلعوا اطلعوا. بسم الله انا مش نخدموا على رواح. كل مرة هروز جيب عفسة جديدة. يودي مش أنا نجيب القرعة اللي تجيب آي زي ما تعدى اللفاج. دخلت الكرهبة الجراج بانيولا وين بداو ليكيب في تفريكها ويعملولها في الكونترول دو دياغنوستيك. الكرهبة قديمة فيها برشا مشاكل، برشا قطايع يلزمها تتبدل وبرشا خدمة في الميكانيك والكاروسري. هذه مش موتورة تاو، هذه موتورة في مطران كومبلي. راح أركض عاجل شوية على جنب. مشي وجيبها شوية شوية. يا سليم ادخل خويا. وي. لو أنا في مطران كومبلي ترس. ما قلنا مرتسلة. يا شتة سيبر ما. شتة ذيك. جمدة. كل شيء. جاي ما غير مرتسلة، كيف جاتك؟ والله بدي فيها بس المحزة واللي جاي يسوق فيها تاو. هيك شي محسن سنة ستر ربي. ها هاي اوه ما تميش امر كسار هاي هاي الوليت شعال نسمع عني اشتروني هاي دابري دياغنوستيك عن مشكل في المبرياج عن البلاتو كاسح برشا عن فويت في البراويل في البروكان عن الديستريبيسيون رمبلاسي وعن مشكل في السيركين تاع الفريديسمون عن الفاج دو ليتيوب هادو من تعمى رمبلاسي هاي وانا فونترين كلمه شانجي معناتها بون براتيكمون لازم نهبط الموتور كم حاجه لاباس انا لاباس هذاك المفيد باهي قلت لازم نهبط الموتور لازم نهبط الموتور باهي مالك هبطوا ثم توا الموتور هم يعملوا مره واحده خلي زوها الوليد يبداو في الكاروسري ثم تخدموا على رواحكم وهم يخدموا على رواحكم كيف نزلموا في الخدمه اكثر
بانيولا حضرت ليست نتاع لي برودوي ولي زيكيبمون لازمين لتصليح الكهرباء ومشاو لا كومباني افريكان دي بانتور باش ياخذوها. لا كومباني افريكان دي بانتور لو ليدر ان تونيزي في الدهن الكراهب ولي زيكيبمون دو غاراج. تعدينا للشاوروم في بن عروس وزودونا بلي برودوي اكسترا كولور. تروازيم اوتو كولور ولي زيكيبمون دو غاراج كيف روبيس جيس وبرشا حاجات اخرين. اهلا حروس صباح لباس مرحبا بكم. احنا بيدنا فرحانين راهو بالسيزون اللي تعدات ان شاء الله يكونوا زاد الناس اللي خدات كرهبها تكون فرحان بتحب تشارك وماذا بهم معناها الحلقات ما يوفيوش. مرحبا بهم احنا بيدنا معناتها بيكاسو ضارب تو الاسم ولا ضارب اي ضارب ضارب بيسير تو انتوما ماك تعرف بيكاسو راهو فنان. لا نعرف هذاك خلينا من بيكاسو الحقاني نحكيو على بيكاسو نتاعنا تاع ليميسيون اللي هو طارق النحال. والله احنا معناتها انا معناتها نحن الشريك الكل معناتها السي بي ولا يعيطوا لك برودوي تو كولور زاد هو اللي يعاوننا برشا معناتها البرودوي راهو يعاون الانسان باش يعطي حاجه به معناتها اي برودوي باهي معناتها يخلي الواحد مرتاح باش يخدم. واحنا الحمد لله نخدموا برودويات كنا باهي سواء كانت اكسترا كولور سي بي ولا حتى معناتها تو كولور برودويات اللي عندنا الكل معناتها برودويات من احسن ما هي موجوده في المارشي في تونس في السوق معناتها بشهاده الناس الكل ومعناتها الاكثريه الكراجات اللي في تونس من كامل الجمهوريه راهو من كما يقولوها من بنزرت بن قردال كلها تخدم معنا مع السي بي وتخدم بالبرودويات نتاع تو كولور واكسترا كولور معناتها بكل معناتها كان دورها تونس كامل مستقر كل نتاع. لا ديجا هو النمر واحد في تونس. ونتعاملوا زاده مع لي كونسيسيونير اغلبيه لي كونسيسيونير الموجودين في تونس تعاملوا معهم كما شفت انت حتى لي جرون غراج انتم قاعدين تدوروا وتصوروا تشوفوا لي جرون غراج في تونس كلهم يتعاملوا مع معناتها ان شاء الله من حسن لاحسن. ان شاء الله احنا نكونوا فرحنا العباد الكل وكل واحد هز كرهبته يكون فرحان. احنا تعديت حول لا سيزون رايح لهو برشا تعديت. مرحبا بالناس الكل واللي دهنوا كرهبهم اللي حاشتهم بالكوتانت ولا ريفيرونس ولا كرهبت وعاودت ضربت ولا تخبشت ولا اي بروبليم صار فيها يجينا مرحبا بيه نعطوه الكوتانت ونوجهوه وين هو في البلاد اللي فيها ينجم يمشي خلط الدهن تاعو ومعناتها اموره واضحه. هذا بالنسبه للكرهب تاع سيزون واحد واثنين. واحد واثنين ديجا فما شكون معناتها اتصل بينا صارت له معناتها مشكله في الكرهب تاعو اتصل بينا واعطيناه الكوتان تاعو وتعاود دهن امور واضحه لاباس معناتها وانتم زاد يعطيكم الصحه. استاذ تشرفنا بمعرفتك معنا سيزون 1 وسيزون 2 ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله نكونوا معناها فرحنا قد ما يمكن من الكونديدا اللي شاركوا معنا. اكيب بانيولا بداو في تصليح الطوله ببرشا خدمه تستنى فيهم في البارتي كاروسري. الطوله مسوسه برشا ومعبيه بالسانتوفير. لو بعد ما كملنا الدريساج نتاع الكهرباء جبناها باش نعديولها المسيك. اما قبل كيما نشوفوا لقينا عندنا برشا بلايص لهنا متكلين بسوس هذه يدو انه الكهرباء قاعده تبيت في الشتاء وقاعده برشا في اكسبوزي في الشارع. لو نحن باش نخدموها بالفيبر دافير باش نسدوا القب هذوما خاطر ديجا قاعدين يعديو في الماء ونكملوا نحيو السوس الكل. بالطبيعة للإتاب هذي إكيب تكنيك متاع سي أبي اختارونا لزاكسسوار متاع أوتوكولور باش نصلحو بيه السرفاس متاع الكهرباء. ماستيك أوتوكولور دو سي أبي 10-52 سهل في الابليكاسيون والبونساج اللي استعملنا فيها بروسيس دو بونساج أسي بالبونساج روبيس دو سي أبي اللي ديسك دو تروازين.
وبالبابي ماسكاج 3M وسكوتش S80 اكيب بانيو لقاعدين يغلفوا في الكهرباء باش يعديو لابخي. واللي اخترنا باش نستعملو فيها بخي اوتوكولور بلان باش نضمنو سورفاس بيان ريباري. طريقة استعمال وتضمن لنا سورفاس تولي كوفيرت ومحمية وتولي حاضرة للدهينة. خلينا تاو الوليد يقدوا في البريباراسيون تاع الكهرباء، نمشيو نفقدوهم نشوفوا واش عملوا وينوس. تاو الكوش فابور اللي عملناها سميوها نحن كوش كنترول، هذه نعملوها قبل ما تتسقل الكهرباء باش نثبتوا فيها اسكو مازالوا فيها كيلكو ديفو ولا مريقلة بعد يطول البانتور. احنا في مخبا تونيك نوتر بارتنير اللي باش يزود كراج بانيولا بالكيت كاروسري اللي فيه باراشوك افون وباراشوك اريير لي جونت والسبايلر والبات كيس اللي باش يبدلوا الديزاين نتاع الكهرباء. الكهرباء نتاع اوتو ايكول ما عنديش برشا مشاكل ميكانيك، اما عندنا مشاكل في لافونترا. لو عندنا باش نبدلو لافونترا باش نبدلو ديسكويت بريكس دي روتور تريونجل والبرا ديريكسيون. Le Parker Service, c'est une enseigne qui appartient au groupe de PSA. Le PSA, les gens ont Peugeot, Citroën, Opel et Eurorepar. On a des agences sur tout le territoire tunisien. Donc une année, le lancement officiel, l'implantation officielle. Mais qui n'a qu'Eurorepar, Eurorepar, en France, c'est plus 1400 agences. Et plus que, dans, si on parle de l'Europe, on a 4400 agences. On est avec vous, donc toujours avec des pièces de première qualité, des pièces assimilées à la pièce d'origine, avec le donc l'avantage, voilà la fameuse garantie de 2 ans.
pièces et main d'œuvre, une garantie constructeur, sauf les pièces d'usure. Mais on a donc une garantie totale de 2 ans. À la pièce et main d'œuvre, à la réparation. شين الأجواء؟ الحمد لله. شو عامل في رمضان؟ والله سافا الحمد لله بالعكس. صايم ولا كيما عم ناول؟ كيما عم ناول ولت عم ناول ولت عم ناولين والعوام اللي فاتوا الكل. أنت صايم ولا كيف عم ناول؟ بشتر بشتر. إن شاء الله. إن شاء الله ربي يتقبل منك شتر ويهديك في شتر الآخر. عايش. بإيه اسمع؟ تعديت بها سيزون سنة؟ بيان سور تعديت بها مادام عندنا هكا ستوفا و كخدمة. ايه الحمد لله كلنا فرحانين كلنا الحمد لله السيزون تعدت مزيانه قاعدين نقدموا معناها ما بين السيزون الاولى والثانيه ديما باين فما تقدم ملحوظ انت كيفاش ترى السيزون حتى بوجودك انت باين عملت بالعكس وجودكم انتم انتم على يديكم بديت لي مسيان هذا كلام سياسي مش سياسي هذه الحقيقه علاش باش نكذب زعما ولا بالحق انتم اللي بديتم فيه شبيه اللوك نتاعك في ست اللوك نتاعي في ست تقول انت وليد جونتي ياسر من ما بداية سيزون كنت هكا مزيان وتعمل جيل وشوية فهمت كاخر سيزون هك قلت سي ما عادش فين ورمضان انت بيدك هكا ديجا تعبت تبدلت كنت ازين واحلى مار خاطر رمضان ديما مزيان انت ستوف وخدمتك ديما مزيانة ومنورنا في سيزون دو الكل ان شاء الله ان شاء الله تكون عجبتكم ان شاء الله في جديد ان شاء الله ديما من حسن الى احسن على برشان لاني برشان لانو بروسيمو فماش حاجه هكا تحب تحكي لنا على الاساسيه هكا ولا انا نعرف فما برشا كليونات يحبوا سيمي الكوير ما يحبوش الكوير فما التفكير باش نحلوا معمل اخر ما يكونش المعمل هذا يخدم سيمي الكوير في الدراسه ما نعرفش كالعاده معناها انت في التصوير ان شاء الله احنا توا في اوتو كوير سنتر اساسي المرسى هوني تتخدم لي سالون تاع كرهب بنيولا الكل لهنا اللمسه نتاع لي بروفيسيونيل اللي تبدل لك لانتيريور نتاع الكرهبة 180 درجه سالون اون كوير كونفور شوا اكسيلون دو كولور كيف الحال؟ وانت؟ مريق الحمد لله هاي خويا فرحنا بيه جبتنا جبنا له خويا عام كامل في دونج بلاش كل شهر بدون امور مريق لاهيش صديق صفا الحمد لله لاباس صوت برك الله صح انا ما كبرت هي لا لا مازال في البركة هيا شو عملتوا سي بون كملتوا شو عمل؟ تو الكهرباء بريس كملت ميكانيك ضايع كل برشا بدلناهم فيها كل شيء كما بتشوفوا ومازال نستنى وانت جبت لنا بون هي الكهرباء قديمه شويه اون طونك الكهرباء مي الموتوريزاسيون نتاعها باهيه مش خايبه دونك باش نخليوه فرد ديما يصب فرد زيت ديما يصب فيه جبنا له ديس 40 الاوبتيمام تاعنا بتاع العاده سيمي سانتيتيك اللي يسومو باهي بيان سور في القامه ذي من احسن الاسوام اللي موجودين في رابور كاليتي بري بيان سور وعنا البواطة كيف كيف صبولها سنتيتيك خاطر البواطة اللي طام تاعها باهي زادا كيف كيف 75-80 كما نشوفوا الالتيما وعنا بيان سور الماء بتاع اللي باش تعملوا له البيور بتاع الرادياتور الماء بتاع الرادياتور 4 سيزون وعنا اللاف جلاس وبيان سور كي باش يريقلوا الفرانات يمسوهم عنا الدوت كات للفرانات جبت لنا كل شيء معناها امور كمريك ينجموا يريقلوا امورهم وياخذوا كرهبته معاها هكا في دونج عام كامل بلاش خويا امورهم مريقله بصراحه فرحان على الاخر
بعد الحاح من سي محرز ربي فضل. أوسيانا تودكم بزيد من أجود أنواع الزيوت بمواصفات عالمية قوة وفاعلية، ويشهدوا بها أكبر المصنعين العالميين بعد ما قاموا بالتحاليل اللازمة واستنتجوا أنه قادر يحمي ويطول في عمر الموتور وبأقل سوم ومنتوج 100% تونسي. بالحق امبوسيبل، ما كنتش نتصورها، ما كنتش نحلم، ما كنتش نتصور اني في يوم من الايام تولي كرافتك. كنت نخمم فيها كيفاش نصلحها. امبوسيبل، بارك الله عليك ويرحم والديك، يرحم والديك. ياسر الكهرباء قلت مزيان وحلو ياسر وكولور باهي والانتيريور من داخل مزيان برشا ولي جونت وكل مزيان. يعطيكم الصحه. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير، وبغيت نروح لها صامراير هو الفك كيف سهل وفريقك انا قدرت عنو، هو الفك كيف سهل وفريقك انا قدرت عنو. والله ما نسيت عني بالغالية عالية باليدين عنها في قلبي قادية، هو الفك كيف سهل وفريقك ما يقدر تعنو، هو الفك كيف سهل وفريقك ما يقدر تعنو. Oh,
صيانة جودة عالية بأقل سوم.